يعني وأنا جاي حج ولابس إحرامي ولبيك اللهم لبيك، أشوف هيئة الترفيه تستهدف الحجاج والزوار في المطارات. إيش قدمت هيئة الترفيه للمجتمع اللي هو 60% من استهدافهم لأهل جدة والمملكة؟ ماذا قدمت لهؤلاء حتى تستهدف الزوار؟ قدمت هيئة الترفيه في الأيام الماضية وكما رأينا هذه المناظر. لك والملك لا شريك لك. وتخيل أن الحجاج يأتون ملبين خاشعين، دفعوا أموال طائلة ويجمعونها من سنوات، ثم يأتون إلى جدة وينظرون إلى جدة فينظرون إلى تمثال الحرية وينظرون إلى التمثال الهندي. ماذا تقدم لهم هيئة الترفيه في صالة الحجاج؟ تقدم لهم السقيا؟ تقدم لهم الأدعية؟ تقدم لهم الأذكار؟ تخيل الناس تأتي من كل مكان، تأتي من أوروبا، من إفريقيا، من شرق آسيا، أناس حديثي عهد بإسلام وأناس عمرهم ما شافوا المملكة، بعدين يأتون يرون الأصنام موجودة والتماثيل ويرون الرقص ويرون الاختلاط، النساء والرجال يرقصون مع بعضهم البعض في جدة، ويقول والله إحنا نستهدف الزوار. ماذا ستقدم لحجاج بيت الله؟ يا أخي إذا لم تحترم المجتمع في المملكة ولم تحترم عاداتنا في المملكة ولم تحترم علماءنا في المملكة ولم تحترم كبارنا وصغارنا ونساءنا في المملكة، وأخرجت البنات وأخرجت الشباب في هذه المراقص وفي هذه الأماكن العفنة، إذا لم تحترم الناس ولم تحترم هذا المجتمع كيف تحترم الحجاج؟ يا أخي إذا لم تحترمهم أقل شيء احترم الأشهر الحرم، احترم الأماكن المقدسة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا هو الذي حريص على الوطن وحريص على المجتمع، أنه يحترم المكان الذي هو فيه. ماذا سيقول عنا هؤلاء إذا ذهبوا؟ سيقولون ذهبنا ورأينا هذه التماثيل ورأينا الناس يتراقصون عند أبواب مكة، وأسف على هؤلاء الذين تمكنوا من هذه المناصب.